من الأكراد. وأيضا نعلم أن الأغلبية بين الشيعة العرب في العراق يناهضون بشكل قوي جدا التواجد الإيراني. فزيد على ذلك هناك علاقات وطيدة جدا بين العراق والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والمجال العسكري. فالسؤال هو هل يريد العراق وهل يريد العراقيون أن تنتهي قصة العراق وأن تتحول العراق إلى محافظة إيرانية؟ فلا أعتقد ذلك. هناك شعور بالفخر الوطني العراقي والقومي العربي. ففي نهاية المطاف لا يمكن لإيران أن تفرض